اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تعتقنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظنا من كل ذنب، وادفع عنا كل كرب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا
وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم رد عنا وعن بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدفع عنا الوباء وأن تكشف عنا البلاء. اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا، عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أجيالنا وشبابنا من الإرهاب والمخدرات والفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من المعتدين يا رب العالمين. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق إمامنا وولي عهده إلى ما فيه خير البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المرجع يوم التناد. ربنا تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحمتك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، إنك خير الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.